أهلا يا جدعان، صباح الخير لحضرتك وللسادة المستمعين. خبيرنا الاقتصادي، واحنا بنتحدث عن جائحة كورونا اللي هي أثرت على العالم كله وليس مصر فقط من الناحية الاقتصادية، وبندعو ربنا سبحانه وتعالى أن يقينا شر هذا الفيروس وتعدي الأمور على خير على كل العالم وعلى مصر بالطبع في المقام الأول. لكن اجتماع الرئيس امبارح مع المجموعة الاقتصادية الخاصة بقناة السويس في حضور الدكتور مصطفى مدبول رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهه يعني إجراء سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس تتناسب مع الظروف العالمية. يعني الحمد لله رغم ظروف الجائحة، لكن قناة السويس ما تزال الشريان الرئيسي للاقتصاد المصري، وأيضا بتؤدي دورها الأداء الكامل من ناحية يعني نقول ان هي بتضخ في الاقتصاد المصري شريان حيوي ومهم، والحمد لله ايضا لم تتأثر التأثر الكبير كما شاهدنا في العالم كله. بالفعل الأزمة العالمية او التباطؤ في الاقتصادات العالمية ده أثر على كل دول العالم وعلى مصر، وتحديدا احنا بنتكلم على قناة السويس اللي هي من أهم القنوات الملاحية في العالم، أيضا تأثرت ولو بشكل جزئي. توجيهات السيد الرئيس كانت بخصوص أن يجب على الحكومة، يجب علينا أن احنا نتبنى سياسات تسويقية مرنة لقناة السويس علشان تتماشى مع الظروف الاقتصادية العالمية، وده كان يعني أدى إلى ركود في التجارة العالمية وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم، وده خلى الشركات الشحن حوالين العالم والنقل وصناعة النقل البحري إنها بتبحث على تخفيض التكاليف المرتبطة بنقل وشحن السلع بعد تداعيات جائحة كورونا. فكان هنا ان التفكير والتوجيهات سيادة الرئيس انها ركزت على البحث على محفزات علشان تجذب السفن العابرة مرة اخرى لقناة السويس، وخصوصا ان النطاق الجغرافي لقناة السويس ده بيتطور وعندنا مواني حديثة، وكمان موقع مصر الجغرافي بيؤهلها انها تصبح مركز تجاري عالمي بين أوروبا وأسيا وأفريقيا من خلال الممر الملاحي اللي هو قناة السويس. هنا عايز أوضح نقطة مهمة، نتيجة التحديات اللي بتواجه صناعة النقل البحري، شركات الشحن بعضهم لجأ ان هو يستبدل المرور بقناة السويس ان هو يخلي السفن تدور من عند رأس الرجاء الصالح، وخصوصا يعني استغلوا الفترة اللي انخفض فيها اسعار البترول بشدة. في نقطة مهمة عن إيرادات القناة، إن هي قناة السويس دي بتعتبر مصدر هام كما ذكرت حضرتك لمصادر الدخل بالعملة الأجنبية. إيرادات القناة في قناة السويس في سنة 2020 بلغت تقريبا 5 مليار و600 مليون، وهناك يعني رغم عشان التحسينات اللي هي مصر بتعملها على القناة، توقع صندوق النقد الدولي ان ايرادات قناة السويس دي انها ممكن ترتفع وتصل ل 7 مليار و400 مليون في العام المالي 24-25 بالضبط. طبعا يعني لابد من الاستمرار في التطوير والتحديث، وده اللي اشار اليه سيادة الرئيس، ده من خلال هيكون ان شاء الله من خلال رفع مستوى الخدمات البحرية اللي بتقدم للسفن اللي هي هتعبر القناة، وبرضو اللي هي لابد من تبني سياسات تسويقية وتسعيرية مرنة علشان تاخد في الاعتبار المتغيرات الدولية اللي حصلت والتحديات اللي بتواجهها حركة التجارة العالمية وصناعة النقل البحري. إذن الهدف في النهاية هو أن قناة السويس لابد أن تستمر في وضع تنافسي وتنجح في أنها تجذب خطوط ملاحية جديدة للمرور في القناة، والخطوط دي اللي هي ما كانتش بتستخدم القناة قبل كده. أستاذ هاني الفتوح خبيرنا الاقتصادي، الرئيس
برضو يعني أكد في الاجتماع على أهمية تطوير القدرات والكوادر البشرية من أجل مواكبة كل هذه التطورات العالمية اللي حضرتك ذكرتها، لأن برضو القدرة البشرية لها دور مهم جدا في يعني تفعيل هذا التفكير الذي ينشده الرئيس عبد الفتاح السيسي والمجموعة الاقتصادية بشأن تطوير عمل قناة السويس. بالضبط، ده حضرتك مهم جدا، لابد من إنشاء مراكز تدريب للبحارة والفنيين للتعامل مع كل مستجدات في اللي هي بتحدث في صناعة النقل البحري والأساطيل البحرية، وده مهم جدا. إلى جانب الجهود دي لازم أيضا تشمل تدعيم نشاط سوق الخدمات البحرية، إن هو يقدم خدمات تمويل للسفن وإمداد للوقود والمياه وإصلاح السفن عن طريق طبعا الترسانات البحرية اللي هي موجودة في قناة السويس، وده كله هيرفع من إيرادات قناة السويس. إن شاء الله على العموم يعني نتمنى نجاح هذه الخطة الاستراتيجية والاستثمارية اللي بينشدها الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه السياسات التسويقية المرنة لقناة السويس اللي تتناسب مع الظروف العالمية وتطوير قدرات المنطقة الاقتصادية لجذب الاستثمارات إن شاء الله. شكرا جزيلا الأستاذ هاني أبو الفتوح خبيرنا الاقتصادي والمهتم بشؤون المصارف وقناة السويس، وتحية لك وتحيا مصر دائما على هواء البرنامج العام، وصباح الخير. صباح الخير.